روح رياضية من بعيد لبعيد، معلومات عامة. والسؤال هو: انطلقت أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية سولر إمبالس 2 من إحدى الدول العربية عام 2015، فما هي؟ الإمارات العربية المتحدة؟ أولاً عايز أقول لك على بس سولر إمبالس 2 حكايتها إيه؟ لأن حكايتها حلوة جداً. هي عدت على إيه بقى؟ 4 قارات وثلاث بحار ومحيطين، وآخر محطة ليها قبل ما ترجع للمطار اللي ابتدت منه كانت القاهرة. ورجعت فين بقى؟ رجعت لأبو ظبي. إجابة صحيحة. الإمارات هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط، برافو عليك يا إسراء. والنتيجة 40. بدر الثانوية البحيرة 50. توخ الخاصة الأليوبية.